اخد 30 3 4 حيين عليهم اعراض مثل مشان في سلام في رد في كافينج في طشمه في اعراض برد وابتدي ان انا احطهم مع النافق واشرحهم. واتفقنا ان احنا عشان نعمل عمليه الكيلينج بتتم في كام طريقه؟ اول حاجه تويستنج اوف نيك، نمره 2 البريسنج اجينست هارد، ستيكنج اجينست الهارد اوبجكت. الحاجه الثالثه ممكن ادي هارد بانكشر من عند الثوراسيك انلت منها. زي ما اتفقنا بحط الطائر بتاعي على الدورسال اسبكت وببتدي ان انا افتح الفراخ. باخد تولاترال انسيجن من عند الليجز من هنا عند الثاي ماسل، ابتدي اعمل ديسلوكيشن للهيب جوينت واعمل ريفليكشن للسكن بعد الميدل انسيجن. يبان قدامي الطائر زي ما احنا شايفين. ممكن افحص يا محمد، شوفوا الدكتور محمود فين عشان الناس دي. ها ايوه شوفوا فين طلع فوق ليه؟